مبسوطة، أخوي نجح في التوجيه. هاد أخوي الثاني. شو صار؟ جهزتي كل شيء عشان الحفلة اليوم؟ يس. تشيز كيك، بيتزا، تبولة، عملت كل شيء ولا يهمك. هيو نجح بالتوجيهي وبده يصير مهندس. واحكي مع خطيبك الندوة خليه يجي. خطيبك الندوة؟ هلا بحكي معه. معلم لازم نشد ايدنا بسرعه اليوم لانه في نتائج التوجيهي والبلد بتعرف ازمه. وانا شو دخلني في نتائج التوجيهي انا؟ لازم نشد بسرعه لانه اخو حبيبتي توجيهي بدي اشوف شو صار معه. والله يا خالتي اليوم بنتي نجحت بالتوجيهي وانا جايب لكم الحلوى. مبروك مبروك يا خالتي. الف مبروك، الف ان شاء الله عقبال عرسها ان شاء الله. ان شاء الله عقبال عرس يا معلم، قول امين. اذا كنت ناجح توجيهي هذا العصير شكله من الاصلي هذا دلليتها. خلص اعتبروا هذا الحلوان عن بنتي وعن شغيلك كمان. الله يخلي لك اياه ان شاء الله يا رب. يلا مبروك مبروك. معلم عادي اخبي بالجيبه. خذ حبتين، خذ من الذهبيه، خذ من الذهبيه. هلا طيب اليوم راح نحوش. اذا ما داري هالتوجيه هذا بايش بده يفيدكم؟ يعني شو الانجاز العظيم تبع التوجيه؟ انا داري معلم اني بشتغل عندك احسن من 100 توجيه. الأصلية. معلم بدي اخذ لي تنتين ثلاث للدار، بتعرف اليوم رح نحوش كثير. خذ من الذهبية. شو؟ وين روميو الحبيب؟ أمين؟ لقي لنا سايبه معجوق فيهم كالعادة، هي بعت لنا مندوب ما شاء الله. مالك؟ بدك تشيك على المعلم. أصلا المعلم اسكت، لنا سايبه مستلمينه سبع بلدي يا زلمة. عشان اليوم كركبت النتائج. عادي. عن جد هي اولها هيك، بعدين تمشي الامور، بيطلوا هم يسالوا عنه ولا هم يسالوا عنه، عرفت كيف؟ اعمل داري، خلوا الواحد براحته. اشرف بيك مش حاسك مبسوط يعني؟ يا اخي كل البلد مقبوله بالانجازات تبعت مؤسستكم، يعني اضحك لك ضحكه بشلن بس. يا زلمه هذا حكي فاضي، اني انجازات؟ قال بيحتفلوا بالانجازات اللي عملتها مؤسستنا. ولا انجازات ولا عبالك يا زلمه، قاعد بالسياره بامان الله، فتحت الراديو يا حبيبي. ايه مين صوته؟ صوته. شكرا شكرا اخي العزيز على هذه المقابله الجميله. مديري في الحقيقه اليوم راح نتحدث عن الانجازات العظيمه التي قامت بها مؤسستنا عن دون المؤسسات في البلد. اي انجازات يا ابو الوسخ؟ واخوان انجازات
وعطالين بطالين احنا، وكاي هي البطالة المقنعة بأم عينها. وفعلا هذه الإنجازات هي بفضل الموظفين، هم الماضي والحاضر والمستقبل. أيوة احنا اللي بننجز، احنا اللي بنفكر، حضرتك قاعد بس فكرة، انت المفروض تعطي فكرة، انت مسؤول. وكو قاعد وبيد مشكلة، ما بيحكي انه طالع مقابلة، هذا برنامج فيهوش مكالمات ألن، فيهوش مكالمات أفش غلي، احكي انه انت مرتين بنشوفك بالاسبوع بس، مرتين بتيجي الساعة 9 بتروح الساعة 9:05. وأيضا في الحقيقة لقد قمنا بالقيام بأرشفة جميع الإنجازات لدى مؤسستنا، من افتتاح مؤسسات خيرية، ومن أيضا من فتح المجال إلى أن يكون هنالك يد عاملة لنا، وسوف نقتل البطالة بإذن الله. نقتل البطالة؟ وكزم والله الشحادة، أقول لك البنت المسكينة بتوقف باب الشركة عندك تكحشها، أي أعمال خيرية؟ بي شو كذاب؟ والله كيف بدي اروح على الارشيف هسه؟ بلحق اروح على الارشيف كم الساعه؟ بيي بلحقش. اسمع، بكره بدي اروح على الارشيف، بكره بدي اروح على الارشيف وارشف وجهك. ولك يا ابو الوسخ، يا ابو الكذب، ولك حرام عليكم تضحكوا على العالم. الله يلعن الاعلام الفاشل، وكان اعلام مزيف بيطلع بكذب على العالم والعالم بتصدق، وهناك ولا انجازات ولا شيء ولا شيء. ولك الدرج تبعنا وسخ وسخ، بدك تعمل انجازات للمواطنين، وكل اسبوعين بقول لك عن مشكله مش عارف تحلها وانت بتقدر تحلها، بس يا خساره. بس والله يا اصحابي عن جد احنا بزمن الناس الكذابه بتتصدق، والناس اللي بتتصدق بتكذب. عن شو بتحكي؟ عن النفاق والكذب. اسكت اسكت، اللي بتحكي مالوش دخل في اللي قاله. بعدين شو يعني مدير المؤسسه طلع على الاعلام واستعرض شويه عضلات؟ عادي يا عمي يا حبيبي، انا بدي اعرف شو ارشفوا وشو انجزوا. شو ارشفوا وشو انجزوا؟ حكي بتعرف ايه؟ هلا بالحبيب، ولا تحكي معي نص كلمه وبتنزل. اقعد يا معلم، عشان يا زلمه اقعد، في ضايل ثلاث لعبات، خليه يكمل. يلا صاحبتك معلم، عوض. نعم صاحبتك معلم، تفضل. وقفت لك على مكتبة الارشف بتاعته. يا حبيبي يا حبيبي، على مكتبة الارشف بتاعتنا. يا حبيبي يا ريتني ما دخلت. سلامات يا حاج. سلامات. شو نايم؟ شو مغير؟ طب هو الارشيف اللي عجبته البنكرياس تاعي فيه؟ طب هو افتتاح جمعية؟ حلو حلو. حجر اساس، هذا شوف حجر اساس شركة انذار. والله اشي بنفتخر فيه قدام المجتمع الارشيف. انت بدك جهاز انذار تصحى يا باشمهندس؟ او دعناك اخوي. ارشيف ارشيف، هذا هو الارشيف. يا زلمه يوم الجماعة بيشتغلوا، كيف بتقول عنهم بيشتغلوش؟ يا زلمة ايش بيشتغل؟ قسما بالله. والله هذول الناس معلم لازم تحطهم بعلب وترميهم بالبحر. واو 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 واي صاحبي القوي، عن جد فكرة قوية هاي، عن جد قوية. ليش متحمس؟ بحب هاي الأفكار، لازم تخلص فيها عن الناس هذول عن جد. المهم اليوم اجى عندي زبون عن محل، عبارة عن هيك يعني عن واحد هيك كتلة طاقة سلبية وماشي. معلم أنا من أول ما شفتك حسيت العضلة تبعك مكسورة شوي، فشو الطابق؟ لا ولا شيء، انا ابن البلد بس اي ترافل ا لوت، بسافر كثير وكذا. اوه واو، وير دو يو ترافل؟ يوروب، امريكا، استراليا، ماني بليسز. والله نايس. يوروب، امريكا، استراليا، كندا؟ نو نوت ريلي. افريكا؟ نو. نورث بول؟ نوت ريلي نو. ويست بول؟ ذير از نو ويست بول. في نو جنب توغو. واتس توغو؟ اي دونت نو. معلم شكله شغلتك مهمة كثير. يعني شو قصدك يعني؟ يعني الشغل كثير مهم تبعك، يعني لانه كثير بتنقل فبدك كثير فلوس. لا لا انا ما بشتغل، اي دونت ورك. يعني من وين بتجيب مصاري؟ من وين بتصرف؟ ورثت ابوي. ماي داد دايد اند هي ليفت مي ماني. يور داد؟ يس. فيور داد ليفت يو ماني؟ يس. بس اي ثينك يعني يور داد كان بيكون مبسوط اذا ابنه بنجز شيء في حياته، بيعمل شيء في حياته يعني. لا لا اي دونت بليف ان ذات، انا انه تنجز وما تنجز هذا الحكي كله. لا يا عمي، كيف في ناس بتنحط بالصخر عشان تجيب قرش، عشان تجيب لقمة عيشة، عشان تشتري وتودي وتعمل وتمرض وتسافر وتنبسط وتزعل؟ ما يا زلمة في شغل. نو دود، يا زلمة تفكر الناس هاي عم تشتغل كلها وبتنجز وكذا؟ نو نو، حكي فاضي. لا يا زلمة لازم تشتغل تنجز، انا هيني هين مثلا بشتغل وبنجز هيني ما شاء الله علي. يعطيك العافية بس نو، انا دونت بليف ان انجاز. انت يعني شغلتك تو ميك بيبل لوك جود وتحلي لهم وكذا بس يو نو. هاي مش مهم يعني تو ميك بيبل لوك جود؟ اتس اوكي يعني ما اتس اوكي. برا يعني لحدا؟ سوري؟ برا بالمصاري؟ نو 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 صح؟ نو no. ولا حدا؟ نو no. طيب
طيب انا زلمه خلاقي ضيقه ماشي. شو يعني what does it mean؟ يعني my head is closed فاهم. خلصت انا خلصت. لا بصراحه انت اللي خلصت فحبيبي الله معك. خلي مصاري الدد تنفعك. يلا 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 بلاش ابلعك نص المحل. خليها على رقبتك. يلا روح ناقصني طنطات. ما انا قال شو اي دونت ورك ماي دادي. اخ بس اكح وانت الشوارب اللي على وجهك دادي قال. اه والله الحق على دادي اللي ما عارف يربي ولا علي ما ارزله. والله عافيه عافيه عليك. انا لو مكانك والله لا خليه يعبره لمن لا يعتبر لمن لا ايش يعتبر. صاحبي القوي ما ترد عليه. انا بنصحك نصيحه هذول الناس احلى اشي تعمله معهم انك تطنش تعش كان تعش. ولك اظل واصيد واحد فيهم هذول لعلقوا في الديانه واظل الف في عمان الجوفي عمان. والله انه صح دلوعه. اه بس هو صح. بس انا كانت مشكلتي تعرف شو؟ انه قاعد محل رزقي. يعني رزقتي انا اضرب واحد جوا المحل بس. لا برزق هذا لا برزق. اقول لك شو تعمل؟ كثير بنشوف بمجتمعنا ناس عم تعطي حالها اكبر من حجمها. طنشهم ما تعيرهم انتباه، هيك كانهم وهم، وهم تعامل معهم كانهم وهم. هذا هو اللي خلاني اتاخر اليوم انا. والله يا فصعون وسويتها. وانت وين التبوله وال حكيتي لي عنهم البيتزا والبيتزا مش عارف. خلص 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 ما لحق الدوب اجهز حالي. بعدين جاي امين. أيوة إجا تفضلي. أمين يعطيك العافية. كيف الحال؟ مولعة هذا. إجا إلا تيجي بأواعي الشغل؟ كم غيرت وجيت؟ مالهم أواعي الشغل يصح لهم؟ منيح اللي جيت لابس أصلاً كنت أشلحهم. باين عليك هسه جاي من الورشة. يا الله يا الله مسكتني. يا الله قوة الملاحظة. لا مش طبيعي انت يا منيح ما تخبيت. شارك من سربح المليون ما شاء الله عليك. وكانت منين؟ مبروك للنظوة عشان التوجيه. يبارك فيك. طبعا لكل مجتهد نصيب. ان شاء الله الفصل الجاي بتخرج ندخله هندسة. مجرد ما تتخرج ركاض عندي اشغله عندي 270 بعطيه. نعم يحط لي بطاريات في الريموت. بدي مهندسين. لا 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 الله. جبت له هدية ولا فضحتنا كالعادة؟ لا فضحتنا كالعادة. ليش أجيب له هدية؟ ناجح فصل أول وأنا نايم بنجح جامعة. على فكرة ناجح توجيهي فصل ولا فصلين ولا ثلاث عادي. سبعطيك 20 والفصل الثاني إذا نجح بكملك عمر 50. إذا رسب بترجع لي 20. مبروك حبيبي مبروك. قد جبت أنت قد جبت؟ جبت 88 بطلون الروح. إن شاء الله بدي أصير مهندس زي أخوي. ما شاء الله ما شاء الله. لمين بدك تطلع؟ ما شاء الله. كل صحتين وعافية ماما. تجيبوا له ولا؟ شو؟ كتر كتر اليوم. إسخي إسخي. طلع لك بحطك صحة وهنا. نميتك صحة فضحتنا. حبيبتك. آه مبروك مبروك ألف مبروك. طلع قبال هندسة والدوام عندي. الله يعينك على أخوك. المفروض أنت اللي قلت سلمك مش أنا اللي أجره. يا الله أنت الحلال على بعزة. أقوم أسلم عليه. إيش إيش فيه؟ شوف إيش ناجح هو. فحص الدم. صحة وعافية صحة وعافية. واو ذا هابينس. هرمون السعاده لازم يشتغل. حلو شعور الفرح يا جماعه. اذا شعور ايش يا زلمه. انا سايب على كل قصه بعمله بارتي. معلم تتذكر لما انقطعت عندهم المي؟ انقطعت المي اسبوع بس اجت جابوا راغب علامه. بس يا عمي والله حلو انجازه. حلو يا زلمه. انجاز مين؟ كنافي على الدايره خلصت راحت. انت بكره بس تصير عندك ابن هالقروط منك انت راح تعرف ايش يعني فرح عن جد. اصحابي بدي اقترح عليكم اقتراح. اليوم الشباب اجوا لعندي واقترحوا علي شغله. ماي تيم انا اليوم اجتمعت معكم عن جد. ركز ركزي. بطلت احكي معكم من ورا المكتب على اساس انه انا زلمه منفتح بحب اقعد مع الناس تاعوني عشان اكون كرييتيف. بدي احكي انه بالخلال الفتره هاي احنا شو انجزنا وكمان بنفس الوقت بدي اعرف شركتنا شو ناقصها ولكم شو ناقص شركتنا عشان ننجز وننجح ونصير فوق بالقمه. يعني صراحه
ناقصنا كثير أشياء. يعني بالفترة الأخيرة مش عم ننجز ولا إشي. أكيد عم ننجز، هاي بطلنا نطلب أكل على التليفون وهلأ بنطلب على الآب. يعني صراحة غير الأكل ما عم ننجز. أنا بدي أعرف إنجازاتكم أنتوا عن جد، أنتوا شو عم تنجزوا؟ ناشد خلي عيونك بعيوني هيك ركز. لو سألتك هلأ سؤال أنت إيش منجز بحياتك؟ إيش هتقولي؟ أنا بحكي لك. أوكي أنا دهنت درج العمارة كله. لو تعرف بإيش يا حبيبي؟ فرشات رسم. وما كنت بعرف أدهن. يلا. طب أنا هذا الأسبوع تعلمت كيف أركب أظافر. طب أحكي لك أنا شو تعلمت؟ شايف السبولر؟ هذا لحالي. أوكي. فكيته. ولا بتعرف شو عملت كمان؟ أهلين. دهنته كله. أسود مط. أنت على فكرة بس شغل دهان. تعرف شو أنا عملت؟ شو؟ أنا لفيت ورق دوال. وقورت كوسة. وركو شو هالهبل هاد؟ شو هالهبل؟ ركزوا معي انتوا الاثنين، بدنا نطلع بمقترحات جديدة لحتى ننجح شركتنا فوق. فكروا. أنا بحكي لك. قول. ليه ما يكون عندك جائزة الموظف المثالي؟ والله فكرة حلوة. سكيا انسى. جائزة الموظف المثالي. واو. بيرفكت. أنا رح أفوز. لا أنا طبعاً. هاي الجائزة ما بياخدها إلا أنا. ما حزنت. يا زلمة هذا كله حكي فاضي وملوش أي داعي. ليش حكي فاضي؟ بالعكس حلو الواحد يكون في عنده ناس تشتغل معاه يعطيهم يعني. بس ما وين أبعتها بعوض يسحب قربوهن. عمي أنا موظف المثال الوحيد في الكون أبعوض. والله أنا أسمع. وأقل قصة بدعم ودعم مرتبة. بيرفكت. فهمني هلا عن جد كيف بتدعم. مبدع مبدع ابو عوض مبدع. ولكن انت لولا مبدع بخليك تحط جريك على تابلو دي. انا هيك والله اني تعبان معلم عشان هيك ومش حاسس برجلي. تعبان عبد الرحيم تعرفوا شيء؟ اضحك ولك. معلم تعرف اني انا عز حالي جثه مرميه. مرميه ولا نعنع؟ لا خلص طولنا هيك. اسمع اتدلل اليوم. والله راسي طلباتك اوامر ابو عوض. والله راسي معلم. طلباتك اوامر اللي بدك اياه بس اطلب واشتهي. قل لي بس شو بدك تاكل وانا جاهز. والله بتعرف شو جعبالي معلم؟ اتوحم اتوحم. جعبالي هاي وجبة الشاورما اللي بتكون مطلية ببطاطا. عرفتها؟ مطلية بطاطا. وجعبالي معها عصير ليمون يا بي. طب بدك اياها دبل ولا سوبر؟ دبل. دبل دبل. ايش كمان؟ بس يا معلم. باقي خمسة بتكاش؟ اسمع بدي ادللك. ايش يا معلم؟ امبارح كنت في عزا. وزعوا علينا هريسة ظلها الحبتين دبل. جرب. الله يسامحك يا معلم. جاي تعطيني هريسة؟ ولك مالها الهريسة. كل تدلل ولا كل. والشاورما وين راحت؟ بعدين بعدين هسا كل هذا كل. شاورما قال. اخلي لك؟ ولك انا بالعيد ما اكلت شاورما. معلم اخلي لك؟ لا شو تخلي لي من امبارح هذول كيف بدي اكل انا؟ كل كل. ولك كل. كيف الطعم؟ معلم مش مستوية. هسا بحمر لك اياها. يلا بس السحر تبعك يلا. هريسي بايتي. ولك هريسي بايتي جايب له من الحين مره جاي ما اجيب له تحت حكنايف. ماله هريسي؟ يحمد ربه اللي جاب له هريسي. بعدين قالت وراي يجيبها من عزا. قلت بسالكم قبل ما ياكل شاورما. والله ما حدا بيستاهل يا امين. اذا ما بتكون شديد بالشغل بتروح عليك. اسمع مني اصحابي. هول داون هول داون. ايش هول داون يعني؟ تروقوا تروقوا اهدوا يعني نفطر؟ لا روقوا. انا اليوم خطرت ببالي فكره بس بدي اعرف هي صح ولا لا. تلمي تلمي. يعني أنا فكرت بجائزة الموظف المثالي بس مش عارف شو أختار. مش عارف. أوف ياريتو حسب الواحد شو ناقصه. بيرفكت. مثل ناقصني بديكير مانيكير وكوبون مساج وبدي أجيب مكياج جديد. You got it. بتعرف أنا شو بدي؟ إيش؟ احذر. أنا بدي أضبط سيارتي. تنجيد دهان ترخيص كل هاي القصص. أي إشي للسيارات أنا جاهز. You got it. Thank you. أنا كنت عارفة أنه أنت رح توافق فأنا جهزت لك كل المواعيد مع كل الزبائن. على فكرة مش بس انت كمان كنت عارفة وانا كمان كنت عارف انك راح توافق. تعرف انا شو عملت؟ ايش؟ اهلين
انا طلعت افكار جديده عشان ندخل سوق السوشيال ميديا. بيرفكت بيرفكت. انا رتبت مكتبك. اوكي هاي الارض موجوده لكم، الارض الخصبه هاي عشانكم انتو، انجزوا وابدعوا وخذوا اللي بدكم اياه، انطلقوا. يا سلام عليك، بس تشغل مخك هيك صح. بعجبك انا، شو بفكر لك انا بعجبك؟ فجاه تحولت طاقتهم لباور. وشو ورك 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 ورك، عن جد بفعالي تصري اصحابي. ولازم دائما تدعمهم مشان الانتاج يصير قوي. انا والله ولا بامن بهاي القصص ولا بامن فيها اصلا، ولا عمرها زبطت معي. يا زلمه في شغله محيريتني. شو القصه؟ هذا الزلمه شو قصته؟ كل شهر بيطلع هو الموظف المثالي، ما حدا بداوم غيره. يا زلمه انت شو جديد على المؤسسه؟ شو جديد؟ وكان اقدم من حنفيات الوكاله. هذا موظف مدعوم من فوق. من فوق مدعوم من مكان احنا ما بنقدر نوصل له. لازم اموت واعرف ايش هذا المكان اللي احنا ما بنوصل له. دائما بنسمعها دائما بنسمعها. نفسي اشوف هالمنطقه هاي. ولاد البطه السوداء احنا طلع شكله مش اردني، شكله اجنبي، اول مره بشوفه. مين هذا؟ هذا يمكن اسمه فيليب. فيليب هندي هذا. صوت انت مو جديد فكره الناس اللي بتسرق نجاح غيرها، هذا بيكون مدعوم. اي والله اني مجلوط وسخط. بتعرف لو عندنا الواحد باخذ حقه كان احنا بألف خير. ألف خير والله. مية مية. بس فكرة ان كل واحد ياخذ حقه هذا حلم ابليس في الجنة. بس يا عمي مش دائما الموظف يكون مثالي. معلم مش يعني مثالي؟ لا لا انساك انساك. بدك تشرح له مش هنخلص. بقول لكم هالشغلة، بس حتى لو الواحد بنحبط بس مثلا لازم تسمع الناس شو بدها، يعني مثلا انا عمره ابوي ما سألني شو بدك تكون. اليوم طقت على راسي، بتعرف الولد شو بده يصير؟ انت ليش طالع على هالسيارة؟ مش عارفة انام. شفت نام؟ بدك تاكل شيء؟ طب منيح توفر. يوم انت اي صف؟ تاسع. احد الله. اول. ايش صف تاسع؟ اليوم. هسه ولاح. مزنخك. يابا قديش معدلك؟ 72. يابا لازم تشد حالك في المدرسة، عشان بدي اياك تكبر تصير دكتور تصير مهندس. يابا بديش اصير دكتور انا. شو بدك تصير؟ شيف. هاي بدها معدل؟ بعرفش. طب روح اقرا على النت وقول لي. ماشي. يلا روح. والله حلو الشيف ولد، والله بفهم. بس منين طلعت على باله هاي الشيف؟ والله بدي شاكل، بدي افوت اشوف. عماد. طب والله شيء حلو انه ابنك بفكر هيك، بعدين شيف يعني شيء كويس زيه زي الدكتور. وتلاقيه بيشتغل وله راتب محترم، ويعني حسد راسي انا الطبخ صار، مش انه بس هيك. اشرف غير هيك عن جد. فوكس فوكس فوكس. انه جيل الشباب اليوم عم يفكر بهي الطريقه، عن جد هذا جيل التغيير. I'm very proud. شيف؟ طبعا. شيف وديليت. ابو يا جماعه والله انا فجاه هيك وانتم بتحكوا حسيت حالي مشتاق له. تروح؟ يعني انا مش عارف انا ليش ليش طارقوا قاعد معك. روح له روح له روح له روح له روح له روح له. اه مشتاق بالضبط. روح شوف. روح. اماني صاحي. بدك اقعد معاه. صاحي رن لي. انا شو بعمل هون كل يوم اصلا؟ صاحي رن لي نقعد معه لانه عن جد عجبني تفكيره. عجبك؟ لانه راح يا زلمه. لانه بالغ. خليك ارتاح. شو حبت لما تكبر تصير؟ بدي اصير زي المعلم. بالضبط. عنده طموح الولد. انا اشتقت له قليل. روح له بدك تروح له. بحكي معه تليفون. لما روح له. هي العقربه بتخليني اشوفه. مقبول حسب احكي معها. بدك تروح له روح له. عندك اولاد انت تروح لهم كمان؟ لا ما ليش غيرك. طب فت. Thank you.
حبيبتي قبل لا نبلش صار اسالك سؤال. اسال يا عمري. برايك انه هل انا يعني مثلا زلمه فاشل؟ فاشل؟ ليش تعتبر حالك فاشل؟ بالعكس انت مؤسس عيله وهيك صالونك شغال ما شاء الله عليه وعم تعمل لي شعراتي، لازم تفتح صالون نسوان. ايش 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 مالك هيك حبيبتي؟ انا بسوي لك شعراتك بس لانك مرتي بديش اياك تطلع، يعني مش عشان ايش ثاني. بعدين انا استغليت ان امي طلعت ساعتين زي ما قلت ايش بسوي لك الشعرات يعني، بس ما تشديش على حالك. ايوه دير بالك، قصة صالونات النسوان هاي بدها حدا انعم شوي. هلا هلا، الغاب القط تلعب يا فار، بتدلل فيها بنت الفقير وانا امك اللي حملتك 9 شهور. قديش صلي بقول لك سوي لي شعراتي وانت ما سويت لي شي اياهن؟ بدي اشوف يا منير انا ولا هي. روح غرفتك يلا.